حياكم الله جميعا في دورة نقاط البيع في قيود، وهو نظام يتزامن معه برنامج قيود باستخدام تطبيق نقاط البيع، بحيث يتمكن الموظف من إنشاء الفواتير بسهولة، وتنتقل هذه الفواتير لنظام قيود وتؤثر على التقرير بشكل مباشر. طبعا تطبيق نقاط البيع يستخدم لمزامنة مبيعات المعارض مع برنامج قيود، ليتم تسجيل هذه المبيعات والعمليات محاسبيا، بحيث يتمكن المستخدم الرئيسي من متابعة المعارض بشكل مباشر. هناك عدة نشاطات ممكن تستفيد من تطبيق نقاط البيع، مثل التموينات، الصالونات، محلات الهدايا والورد، المخابز، ومحلات البيع بالجملة وبالتجزئة وغيره. بداية راح نبدأ في برنامج قيود والإعدادات اللي المفروض إننا نسويها أو نكملها قبل البداية في تطبيق نقاط البيع. طبعا المنتجات يتم إدخالها في برنامج قيود، فلإدخال المنتجات عندنا هنا في قسم المنتجات والتكاليف راح نضغط على إضافة منتج، بعد كذا راح نختار نوع المنتج سواء كان منتج أو منتج مجمع أو مادة أولية أو خدمة أو مصروف. طبعا لابد بداية من إضافة الموقع، هناك عدة مواقع تم إضافتها من قبلي. يتم إضافة المواقع من خلال إنشاء موقع، نحط الاسم بالعربي والإنجليزي، نختار حساب المخزون اللي راح يتحمل عليه، بعد كذا تفاصيل العنوان من اسم شارع، مدينة والمنطقة والرمز البريدي والدولة. راح نرجع للمنتجات والتكاليف، وراح نضيف المنتجات عندنا مع تصنيفها. نستعرض مع بعض، عندنا هنا طاولة رخام. تم تسجيل الاسم بالعربي، عندنا هنا تم تسجيلها أيضا مرة أخرى بالعربي، نحولها بالإنجليزي. الصنف ضمن تصنيف الأثاث، الوصف قلنا إنها طاولة رخام بأعمدة ذهبية، وحدة القياس تنباع كوحدة، والضريبة 15%. لو كان عندنا تحويل وحدات راح نستخدم تحويل الوحدات. أضفنا صورة المنتج وهو عبارة عن مخزون يباع ويشترى، حطينا سعر البيع وسعر الشراء مع حساب المبيعات راح يروح لإيرادات المبيعات، وحساب المصروف راح يكلف على تكلفة البضاعة المباعة. هذه الحقول الإضافية تم إضافتها من الإعدادات. بعد كذا راح يتم الحفظ، عندنا هنا الباركود، لو نلاحظ ما في باركود نقوم بإضافة باركود. لو ما كان عندي باركود راح نسوي توليد باركود عشوائي، بحيث إنه يكون هذا الباركود خاص بالمنتج هذا. لو كان عندنا باركود معين وحابين إنه نضيف نفس الباركود، راح يتم إدخال الباركود بشكل يدوي. فلو نلاحظ عندنا هنا بناء على الرقم اللي راح أضيفه اللي موجود في المنتج أساساً، راح أحطه هنا وراح أحط موافق وراح يكون موجود عندي. ممكن إنه نحفظ الصورة ونحملها كصورة من هنا، أو عند استعراض المنتج هذا راح يظهر لي هنا الباركود، فأنا ممكن أسوي سيف أند داونلود أز بي إن جي، فراح يظهر لي بالشكل هذا. وبعد كذا عندي إمكانية لطباعته ولصقه على المنتج عندي. هذا بالنسبة لإضافة المنتجات. عندنا بالنسبة للعملاء، إحنا ممكن من قسم المبيعات نضيف العملاء عندنا هنا. لو نلاحظ هنا في جميع العملاء ممكن نضيف عميل جديد، ولنفترض إنه أنا نقاط بيع وكل مرة ما راح أضيف اسم العميل، فأحتاج إنه يكون عندي عميل موجود باسم عميل نقدي مثلاً. بحيث إنه كل مرة يجيني عميل يشتري بشكل سريع بدون ما آخذ بياناته، راح أسجله على اسم عميل نقدي وهو عميل نقاط بيع. طبعا باقي البيانات ما راح أسجلها لأنه عميل، أو إنه هذا الاسم راح يكون لجميع العملاء اللي يجوني بدون ما آخذ اسمهم.
عندنا هنا المعلومات الإضافية طبعا بناء على الحقول الإضافية اللي تم إضافتها في قسم الإعدادات ثم الحقول الإضافية. عندنا أيضا في تفاصيل إضافية لمعرفات إضافية للعميل مثل رقم المجموعة الضريبية، الهوية الوطنية، رقم الإقامة، رقم الضريبي المميز، ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية، رقم السجل التجاري، الهوية الخليجية وغيرها. راح نسوي حفظ بحيث أنه يكون عندنا هذا العميل النقدي نعتمده كعميل لجميع العملاء زي ما قلنا اللي ما راح نضيف أساميهم. راح ننتقل الآن لقسم الإعدادات لإضافة المستخدمين اللي راح يستخدمون تطبيق نقاط البيع عندي. عندنا هنا في الإعدادات راح نروح للمستخدمين، راح يتم إضافة مستخدم، تسجيل الاسم الأول والاسم العائلة، رقم الاتصال، بريد الإلكتروني المنصب، ونحدد المواقع والحساب المسموح والدفع والاستلام به، والحد الأعلى لنسبة الخصم. وإذا كان مستخدم تطبيق نقاط البيع راح نضغط عليها، راح تجيني حقول إضافية. هذه الحقول الإضافية تم إضافتها أيضا من الحقول الإضافية اللي موجودة عندنا هنا في قسم الإعدادات. خلينا نستعرض مستخدم موجود عندنا من قبل. عندنا هنا المستخدم هذا، لو نلاحظ عندنا هنا الاسم، رقم الاتصال، البريد الإلكتروني والمنصب. المواقع اللي يشتغل عليها أنا ممكن أضيف جميع المواقع أو ممكن أضيف بعض المواقع. الحسابات المسموح الدفع والاستلام بها ممكن يكون بعض الحسابات النقدية في الخزينة لهذا الموظف، فأنا ممكن أحط أضيف نقدية في الخزينة للموظف هذا عن طريق الذهاب إلى قسم المحاسبة. بعد كذا راح يتم إضافة اللي هو الحساب من خلال النقد وما يعادله تحت النقدية في الخزينة. راح نقوم بإضافة حساب جديد لهذا الموظف، راح نكتب كاش اون هاند للموظف مشاعل. بعد كذا راح نكتب النقدية في الخزينة للموظفة طبعا الرمز راح ينأخذ بشكل تلقائي. لو عندنا وصف راح نكتب، وراح نحط يمكن الدفع والتحصيل بهذا الحساب. راح نحط متابعة، نرجع عندي لتعديل المستخدم، راح أسوي تحديث للصفحة بحيث يظهر عندي هنا الحسابات المسموح الدفع والاستلام بها. راح يظهر من ضمنها النقدية في الخزينة للموظف مشاعل، راح نختار بنك الراجحي وبنك البلاد. الحد الأعلى لنسبة الخصم، إحنا ممكن نحدد حد أعلى للخصم اللي هو 10%. مستخدم تطبيق نقاط البيع، موقع نقاط البيع اللي راح يبيع فيه اللي هو المركز الرئيسي راح نخليه اسم البائع مشاعل. بعد كذا راح نسوي حفظ. لو أدخل على اسمي أنا كسوبر أدمن أو كمستخدم رئيسي، راح يظهر لي هنا من ضمن القيم الحقول الإضافية في فواتير نقاط البيع الرقم السري لنقاط البيع اللي هو راح أدخل من خلاله بالأربع أرقام اللي موجودة عندي، اللي هو أنا حطته 1 2 3 4. ممكن أحط رقم جديد اللي هو 0 1 2 3، وراح أسوي حفظ. بس قبلها راح نحط هنا اسم البائع، وراح أخليه مشاعل باللغة الإنجليزية على أساس يكون في فرق بينه وبين الموظف الآخر. وبكذا تم تعديل المستخدم نقاط البيع وتعديل الحقول الإضافية. راح نروح أخيرا إلى إعدادات نقاط البيع. من خلال الإعدادات العامة عندي إعدادات نقاط البيع، ترويسة الإيصال، أسفل الإيصال، اللغة العربية وإنجليزية، طباعة فاتورة ضريبية مبسطة، وضع عمل تطبيق نقاط البيع. أنا لو حطيت الخيار عند وجود اتصال بالإنترنت فقط، فبالتالي برنامج نقاط البيع عندي ما راح يظهر أو ما راح يشتغل إلا عند وجود إنترنت فقط. لو حطيت عند وجود أو عدم وجود اتصال بالإنترنت راح يشتغل معاي، لكن بعض الفواتير اللي راح يتم إصدارها وقت
مكان الإنترنت منفصل راح يكون غير متزامن، فيفضل أول ما يتم تسجيل الدخول أو أول توفر النت يتم الضغط على مزامنة من برنامج تطبيق نقاط البيع، وراح نستعرضه مع بعض الآن. راح نسوي حفظ، راح ننتقل لقسم التطبيق أو لتطبيق نقاط البيع، وقبل أن ننتقل لتطبيق نقاط البيع راح نوضح الصورة اللي راح تظهر لنا أول ما نفتح على تطبيق نقاط البيع. راح تظهر لي هذه الصورة، راح نسجل البريد الإلكتروني باللغة البريد الإلكتروني وكلمة المرور المستخدمة في برنامج قيود اللي هو راح ندخل من خلاله على المنشأة هذه. بعد ما يتم تسجيل الدخول راح تجيني صفحة لتحديد المنشأة، وبعد كذا راح تجيني اللي هو هذا الصفحة اللي هو إدخال الرمز السري المكون من 4 أرقام. راح ننتقل لتطبيق نقاط البيع لإكمال الدورة. عندنا التابلت هذا موجود فيه تطبيق قيود لنقاط البيع، راح ندخل عليه. فلو نلاحظ أول خطوة المفروض اللي هو إدخال البريد الإلكتروني، أنا دخلته من قبل إحفاظاً على الخصوصية، فراح يجينا هنا تحديد المنشأة، راح ندخل على قيود ويبينار. لو نلاحظ جاتنا الصفحة حقت الرقم السري المكون من 4 أرقام اللي حطينا الجديد اللي هو 0123، راح يدخلني مباشرة على اللي هو على الفاتورة الجديدة أو على صفحة المنتجات اللي موجودة عندنا. في تطبيق نقاط البيع عندنا 3 صفحات اللي هي الإعدادات، الفاتورة الجديدة، والفواتير. في صفحة الإعدادات عندنا هنا الشعار المنشأة والاسم والمستخدم، بعد كذا عندنا إعدادات التطبيق، عندنا مزامنة البيانات واللي قلنا عنها إنه لما نقوم بإنشاء فواتير عند عدم وجود اتصال بالإنترنت فور اتصال هذا البرنامج بالإنترنت ودخول المستخدم، الضغط على مزامنة البيانات بحيث إنه يتم مزامنة جميع الفواتير اللي لم تكن متزامنة من قبل. عندنا هنا العميل الافتراضي، ومن خلال العميل الافتراضي نقدر نختار عميل افتراضي زي ما قلنا اللي هو العميل النقدي، بحيث انه نحط العميل الافتراضي اول ما يتم عملية بيع بدون ما اسجل اسم عميل راح يجيني على العميل النقدي بشكل تلقائي. راح نجي على بحث موجود عندنا هنا، وراح يقول لي اختر العميل، أنا راح أحط عميل نقدي اللي هو هذا. تم اختيار العميل النقدي كعميل افتراضي. الآن أي فاتورة راح أقوم بعملها بدون ما أختار اسم عميل معين راح يجيني على العميل النقدي، لكن لو كنت أنا حطيت يعني ما حطيت عميل افتراضي فالفاتورة المنشأة راح تجي بناء على آخر فاتورة تم عملها من قبل. بالنسبة لإعدادات المستخدم عندنا هنا إعادة تعيين الرمز السري، لو كنت حابة أغير الرمز السري راح أضغط على إعادة تعيين الرمز السري، فراح يقول لي حطي الرمز السري القديم اللي هو 0123، الرمز السري الجديد راح نحط 1234، وراح يتم التأكيد. بكذا تم تغيير الرقم السري بحيث أنه ندخل في الرقم السري الجديد.
بالنسبة لمعلومات الطابعة المتصلة، مجرد ما نضغط على إعدادات الأجهزة راح يوضح لي الأجهزة المتوفرة اللي هي من طابعات إبسون. لكن راح نرجع الآن إلى الصفحة الرئيسية ونوضح عندنا إمكانية تغيير اللغة من خلال الضغط على الأيقونة هذه. مجرد ما ضغطنا عليها حول لي إلى اللغة الإنجليزية، راح نرجع نضغط عليها وراح يحول لي إياها باللغة العربية. عندنا هنا رمز القفل، هذا راح يسوي لي تسجيل خروج للمستخدم فقط، يعني مثلا لو بياخذ بريك 5 دقائق 10 دقائق وراح يرجع، فممكن يضغط على القفل هذا. بعد كذا راح يجينا الرمز السري المكون من 4 أرقام، راح نحط الرمز الجديد اللي هو 1 2 3 4 وراح يدخلني على نفس الصفحة. لو حطيت على تسجيل خروج راح يسجل لي خروج من المنشأة ككل، بحيث راح يجيني من البداية دخول بالرمز بالإيميل والرقم السري الخاص بالمنشأة. عندي هنا في صفحة الفواتير راح يظهر لي جميع الفواتير المدخلة من خلال تطبيق نقاط البيع. عندي إمكانية للفلترة من خلال الضغط على الكل ووضع المدفوع أو مدفوع جزئيا أو غير مدفوع، راح نحط على المدفوع جزئيا، ولو نلاحظ اتفلتر عندي على الفواتير المدفوعة جزئية فقط. عندنا إمكانية البحث باسم العميل أو برقم الاتصال. عندنا خانة ال3 نقاط اللي موجودة هنا راح توديني إلى صفحة الإشعارات الدائنة، فأول ما ضغطنا عليها وداني إلى الإشعارات الدائنة، وزي ما هو واضح عندي هنا مستعملة، إذن الإشعارات الدائنة جميعها مستعملة. راح ننتقل الآن إلى فاتورة جديدة لعمل فاتورة جديدة. زي ما نلاحظ عندنا الصفحة هذه موجود فيها جميع المنتجات، موجود عندي الأصناف بهذه المنطقة جميع الأصناف. عندي إمكانية للبحث بالصنف من خلال الضغط على الفلتر اللي موجودة هنا، فأنا ممكن أحط الأثاث، ممكن أكتب أو زي ما هو واضح عندي هنا أثاث، وداني على الأثاث بشكل تلقائي. فلو نلاحظ عندنا هنا الأثاث، كل الأثاث اللي أضفناه موجود عندي في هذا التصنيف. عندنا هنا بالنسبة للمنتجات عندي إمكانية للبحث بالمنتج من خلال الضغط على هذه الأيقونة، فأنا ممكن أبحث بالاسم أو الرقم التسلسلي أو الباركود أو غيره، فممكن أنا أكتب مكتبة. فلو نلاحظ على طول ظهرت عندي المكتبة التلفزيون الخشبية. طيب لإضافة منتج جديد في سلة المشتريات راح نحط مثلا اللي هو عندنا هنا طاولة الطعام 6 كراسي. عندنا إمكانية لإضافة وحدة واحدة، فلو نضغط على الزر هذا لزيادة العدد ما راح يوافق معي، فما راح يزيد أي شيء. لو أضغط ضغطة ثانية على الصورة هنا أو على الاسم أو يعني على المنتج بصفة عامة، راح يفتح لي صفحة لتفاصيل إضافية أخرى. فلو كان عندنا إمكانية لتعديل السعر، وأنا بما إني أنا داخلة كسوبر آدمن طبعاً عندي الصلاحيات، من خلال الصلاحيات اللي موجودة في قسم المستخدمين أنا ممكن أحط إنه لا يمكن التعديل على السعر أو على الضريبة للمستخدم هذا. فأنا الحين عندي إمكانية لتعديل على السعر، فممكن أحط سعر جديد مثلاً أخليه ب 2100، ممكن أخليه شامل للضريبة. عندنا هنا بالنسبة للقيمة المضافة عندنا 15% الضريبة الصفرية والمعفاة من الضريبة، راح نختار 15%. وعندي إمكانية لإضافة كمية، فلو نلاحظ لو أحط وحدتين يجيني إشعار إنه الكمية تجاوزت المخزون اللي هو الوحدة الواحدة.
فأنا ما عندي إلا وحدة واحدة، راح أحط تأكيد زي ما نلاحظ عندنا هنا في سلة المشتريات. ظهر عندي طاولة الطعام بوحدة واحدة والضريبة 15%، والسعر 2100 شامل الضريبة. فنلاحظ عندنا هنا الإجمالي صار 2100. عندنا إمكانية لتقديم خصم للعميل من خلال الضغط على الرقم هنا، فممكن أضيف خصم بمثلا 10%. فنلاحظ عندنا صار السعر 1890. عندي إمكانية أيضا لوضع خصم ثابت، فمجرد الضغط على أيقونة أو النسبة المئوية راح يتحول لي إلى ريال سعودي، وتحول القيمة مثل ما هي 2100. الحين راح أضيف الخصم اللي هو مثلا 100 ريال. فنلاحظ صار عندنا هنا قيمة الطاولة 2000 ريال، وهي شاملة للضريبة. ممكن أضيف وحدات أخرى، مثلا عندي هنا الكرسي ممكن أضيف منه وحدتين. لو نلاحظ عندنا إمكانية لإضافة 12 وحدة، فعندنا إمكانية للزيادة حتى 12 وحدة. مثلا عندي هنا المزهرية راح نضيفها أيضا، ورح نروح إلى سلة المشتريات من خلال الضغط على سلة مشتريات. ظهر لي هنا الفاتورة كاملة. لو نلاحظ جاني إلى عميل نقدي بشكل تلقائي، لأنه إحنا أضفناه كعميل افتراضي. عندنا الفاتورة هنا، ما في أي رقم اتصال. لإضافة عميل آخر ممكن نضغط على أيقونة البحث اللي موجودة هنا، فراح نبحث عن عميل آخر من قائمة العملاء اللي موجودين عندنا. فأنا راح أخليها على العميل النقدي. بعد كذا لو عندنا أي ملاحظة ممكن إنه نضيفها في خانة الملاحظات اللي موجودة هنا، مثلا التوصيل خلال أسبوع. وممكن أضيف أي تفاصيل أخرى. طيب عندنا هنا المجموع قبل الضريبة 1909، قيمة الضريبة 286، والمجموع شامل الضريبة 2195 وخمس هللات. ممكن أنا أخصم هذه الخمس هللات من المنتج، أو ممكن أخليها مثل ما هي. عندنا إمكانية للدفع حاليا أو الدفع لاحقا، بحيث أنها تكون فاتورة موافق عليها. راح نحط على الدفع، ممكن إنه يدفع جزئيا، مثلا يدفع لي 195 وخمس هللات على النقدية في الخزينة. بحيث يبقى الباقي عند التوصيل. فلو نلاحظ عندنا هنا المدفوع 195 وخمس هلالات، المبلغ المستحق 2000 ريال، المجموع 2195، راح يكون الباقي اللي هو الباقي للعميل. راح نحط على تأكيد ونشوف اللي يطلع معانا. راح يقول لي هل أنت متأكد من إنشاء فاتورة مدفوعة جزئيا؟ راح نقول تأكيد. مجرد الضغط على تأكيد راح تتم إنشاء الفاتورة. راح يكون موضوع موضح فيها المدفوع والباقي ورقم المرجعي والعميل. راح نضغط على الطباعة لطباعة الفاتورة. راح نجي هنا للفواتير ونشوف عندنا الفاتورة للعميل النقدي. نفترض أنه العميل راح يسترجع كرسي واحد، أو أنه هو طلب كرسي واحد وإحنا حطينا كرسيين. راح نيجي هنا للفاتورة ونحط على إعادة.
راح نخلي فقط المنتج اللي يرغب في إعادته العميل، فراح نحذف المزهرية بالسحب إلى اليسار، راح نحذف طاولة الطعام. عندي الكرسي البلاستيك راح أقلل الكمية وراح أخليه واحد، إذا عندي المجموع 40 ريال و25 هللة. راح أسوي دف، أو ممكن أكتب بعض الملاحظات، إنه مثلا هنا عند الملاحظة إنه العميل يرغب يرغب كرسي واحد فقط. وراح نسوي دفع، راح يقول لي هنا ملخص الإشعار الدائن، عندنا 40 ريال و25 هللة، هذه من وين نبغى ندفعها؟ راح ندفعها مثلا من حساب البنك، أضغط على المبلغ المستحق كامل. أول ما أضغط على المبلغ المستحق راح يجيني المبلغ بدون ما أحط المبلغ يدوي، راح نحط على التأكيد. زي ما نلاحظ عندنا هنا تم إنشاء الإشعار الدائن، راح نحط على التأكيد، وصار عندنا هنا إشعار دائن للعميل النقدي بقيمة 40 ريال و25 هللة وهي مستعملة. راح نروح للفواتير وراح ننشئ فاتورة جديدة. طبعا عندنا هنا زي ما نلاحظ العلامة هذه اللي هي علامة اللانهاية، يعني إنه هذا المنتج غير مخزون. زي ما هو بعد واضح عندنا هنا في خدمة التوصيل إلى المنزل، أما باقي المنتجات راح يوضح لي إياها بناء على الوحدة مع الكمية. عندنا هنا الطاولة الرخام اللي كانت بأعمدة ذهبية، لو نلاحظ صارت باللون الرصاصي لأنه عددها صفر، فأنا ما أقدر أضيفها مهما ضغط عليها. راح نضيف عندنا هنا كرسي جلد جملي. راح نروح لسلة المشتريات. عندنا إمكانية لإضافة عميل جديد بالضغط على علامة الزائد، ونحط هنا اسم العميل، مثلا العميل اسمه عبد العزيز. ممكن نسجل البريد الإلكتروني ورقم الاتصال ورقم العميل الضريبي، لو سجلناها راح يتم إصدار فاتورة مبيعات ضريبية، لو ما سجلناها أو في حال كان الرقم الضريبي غير مسجل راح يكون فاتورة مبيعات مبسطة. راح نروح للتأكيد ونحط على الدفع لاحقاً، فنلاحظ عندنا هنا الفاتورة صارت، لو نروح للفواتير صارت الفاتورة عندنا موافق عليها، يعني راح يكون الدفع لاحقا. راح نضيف فاتورة جديدة وراح نسترجع منها كمية، أو راح نسوي استبدال. مثلا عندنا هنا طاولة زجاج، راح نسوي إضافة، أو خلينا نرجع للفاتورة نفسها اللي هي حقت الكرسي. أنا ممكن أسوي لها استبدال، فنضغط على استبدال اللي موجودة عندنا هنا، وراح نستبدلها بمنتج آخر. عندنا هنا إضافة المنتج المسترجع، فواضح عندي هنا المسترجع هو الكرسي، وراح أضيف هنا المنتج المستبدل. عندي هنا الطاولة الزجاج ب 2000 ريال،
راح نحط، لو نلاحظ عندنا هنا صافي المبلغ المرتجع للعميل 200 ريال، فإحنا نرجع للعميل 200 ريال، راح نسوي الدفع. راح نحط في حساب البنك المبلغ المستحق اللي هو 200 ريال للعميل. طيب أنا ممكن أرجع للفاتورة وقبل لا أسترجعها أخليها مدفوعة. مثلا عندي هنا مدفوعة في بنك البلاد 500 ريال، أو نخليها 300. في بنك الراجحي اللي هو 2200، ميتين وعشرين. طيب باقي عندنا 2180، أنا ممكن أحطها في البنك الأهلي، وكذا صار عندي الباقي المبلغ مدفوع بالكامل. راح نحط على تأكيد ونقول تم الدفع. طيب راح نرجع للفاتورة مرة ثانية ونسوي لها استبدال، طبعا صار حالتها مدفوع، راح نضغط على استبدال وراح نستبدله بمنتج آخر. عندنا هنا قيمة الطاولة الزجاج 2000 ريال، في حين أنه قيمة الكرسي 2300 ريال، إذن في مبلغ راح يسترجع للعميل. راح نحط 200 ريال هذه ونحط تأكيد. فلو نلاحظ عندنا هنا تم إنشاء الإشعار الدائن بقيمة 2500، وتم إنشاء فاتورة جديدة اللي هي ب 2300. إذن عندي هنا ما تبقى من المبلغ راح للعميل. راح نحط تأكيد، وراح يكون عندنا هنا الإشعار الدائن مستعمل، وراح نروح للفواتير فوضح لي هنا الفاتورة الجديدة. طيب كذا نكون انتهينا من دورتنا لهذا اليوم اللي هو نقاط البيع، أتمنى أنه كان واضح. لو في أي سؤال على الـ Q&A.